نحن جايين هون نعبر بكل غضب من رفضنا لقرارات الجامعة العربية لتعليق عضويتها وللحصار اللي بدها تعمله على الشعب السوري. والشعب السوري ما بيتحاصر لأنه كله لحمة وطنية، نحن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، فهم لسانهم عربي لكن ضميرهم وروحهم غربية صهيونية. نحن السوريين لا نجوع ولا نعطش، نأكل من إنتاجنا، لا يهمنا نأكل خبز يابس ولا نفرط بكرامتنا، كرامتنا أهم من كل ما لديهم. ليتهنوا بأمريكا ورضا إسرائيل، نحن عند أقدامنا سقطت قراراتهم وسنبقى السوريون مرفوعين الرأس مهما كان ومهما جرى. نحن لا نتنازل عن كرامتنا، ستبقى سوريا أم العرب. ضربة يلي ما بتكسر الظهر بتقوي، لأنه نحن قوينا، نحن إيدنا بإيد رئيسنا قوينا. فرض عقوبات على سوريا يعني فرض عقوبات على الشعب السوري، فرض عقوبات على الشعب السوري لما بيعرفوا شو يعني الشعب السوري. الشعب السوري اللي مستعد يعيش على الخبز اليابس، يعيش بكرامته، ونازلين اليوم الشعب السوري، هاي سوريا وهذا الشعب السوري على ساحات الوطن رفضا لقرارات العربية. الدول العربية طبعا اللي وقعت هالعقوبات، هدول خاينين، هدول سلاح بايد امريكا وبريطانيا وفرنسا. ونحن الشعب السوري شوف مثل ما لك شايف، الطفل صار فدائي ومقاتل، المرأة، الشيخ، الزلمة، الكبير، كلنا نحن فدائيين. نحن الغرب ما بدنا نحب نتدخل فينا، لا جامعة العربية ولا قطر ولا تركيا ولا حدا. هدول الجامعة العربية مو جامعة العربية، هي جامعة عبرية. هدول قطر، قطر لأمريكا. نحن بنقول لهم للجامعة العربية شكرا انكم اجتمعتوا لتقووا فينا هي الروح الوطنية. نحن مبسوطين انه كلنا هون عم نقوى اكثر. نحن مستحيل نتنازل عن مبادئنا، مستحيل نتنازل عن قوميتنا. جئنا لنستنكر هذا القرار الامبريالي الذي صدر بلسان عربي، ونحن مع مسيرة الاصلاح. سوريا بخير، سوريا بخير، والى الامام دوما. تسقط العملاء والخونة. بحب اقول لهؤلاء العربان اللي اجتمعوا بالجامعه العربيه، وين كنتوا يوم كانت تقصف غزه؟ انتم نائمون، سوريا قويه. نقول لهذه الجامعه العربيه ان قراراتها قد جمدت، قراراتها قد جمدت تحت هذه الاقدام.